مساهم الله بالخير، يا حياهم الله. هذا طيورنا مع طيور البرية. الحين احنا بعد صلاة العصر راح نطعم الأكل. هذا غير حق انت، هذه اللي انت دي. هذا عبودي وهذه انت. تنتظروا الأكل. أبشر بخير. أبشر بخير. أهدد. شوية بس أبى أحط موية، نسقي موية نرجع لكم. هذا الذكر كان برا، هذا كان برا. نفسي اطلع بس نحس مو كويس. يلا هذا طعمنا خلاص، يلا راح نقفل. يلا كل كل يلا نتخرج. هذا عبودي. متعود خايف، كل ما اغير ملابسي خايف، شكلي يبغالي اثبت لبس واحد.
much thinking. كويسين ما شاء الله زغليل والله ان شاء الله تنجح ان شاء الله امس مغير المويه لا فل المويه احسن فيها المويه اخذ يومين يعني امس غيرت اليوم ما غير بكره غير تا 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 صرنا ننظف الأكل شوفوا ايش يطلع من الأكل والطعم يلا شباب بنطه بنطه بنرجع لكم شباب دقيقة خل تفقد ان شاء الله صغيرين نزلت هذا واحد تحت هنا الامور طيبة ان شاء الله الامور طيبة هنا فيك واحد وجعان في احد مرضان الأمور هنا طيبة طيب هنا قلنا هذا بننقل الجوز إن شاء الله الليلة البارحة الله ما قضيت عنتر كفو يا عنتر على البيت يلا شباب أقفل وارجع لكم بعد ما أعلف السيسان طيب يلا دقيقة نوريكم السيسان هنوريكم السيسان شباب نغير لها مويه مو في بس راح نغير الاكل اللي دائما تحط عليه تراب هذا مشكله الدجاج شوف كيف يطير خاف خوف يلا دقائق شباب نرجع لكم اذكروا الله يا شباب صلوا على النبي اذكروا الله قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله اذكروا الله يا شباب اذكروا الله وصلوا على النبي اذكروا الله وصلوا على النبي افلح من ذكر الله وصلى على النبي يا شباب هذا الملبوس هذا العبيد يلا حياكم الله يا شباب هذا الحمام الباكستاني الطيار اذا
الله اعطانا عمر في الشتاء ان شاء الله راح نفك لكم كم في كم متغلو راح نفك ما هي كثير للاسف الموت قضى على اغلبهم للاسف 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 هذا والله شكلها تعبانه هي لعن ابو شكلك شو مصيبه والله مريضة ايش مصيبة ما ادري المشكلة مستعجلة خلاص علاج الليلة والله كنكر بداية كنكر والله يا اخي عبودي عبودي ايش تبغى عبودي الله يا شيخ الله شحادي شر الله 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 ترى طردتك واثنين خليكم ما تكلم كذا شمس ما اقدر افك الصصام ما في مكان ادرس العذر السموح والله طفل جوال شحن ما شحن من الحراره تبعت الحراره وطفل وجيت بردت على المكيف خلني اسوي لك ايش خلني اسوي لك الطيور العصافير خلني اسوي لك العصافير هذا جوز وهذا جوز هذا اللي ركبنا بعد ما مات الذكر حقها ركبنا له الذكر له الانثى هذه هي جوا وهذا جوز هذا البهلواني ركبنا له الذكر له وهذا الجوز الرابع يعني عندك أربع جواز الله يبارك بس متى عد الصيف حتى يبدأ الإنتاج وهذه الذكور هذه الذكور الخمسة خمسة ذكور يلا إلا هنا شباب نقول لكم فمان الله إذا صورنا في الليل صورنا ما صورنا راح ينزل الفيديو إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة أصبح أنا نفسي إن شاء الله نهاية الفيديو يكون مع العاصفة يلا فمان الله شباب